انا بنت كريان سونترال حي محمدي زياده وخلوق في هذيك البراكه. ناد الناس ضيعونا في الاستفاده ديالي، عطاو لامي نص بقعه مشات فيها هي وولادها كاملين. انا جراو عليا انا وليداتي، قال لي ما تسالي والو سيري في حالك. من 2010 وانا مشرده في الكرة انا وليداتي، يعني ظروف قاسيه كيعلم بها الله سبحانه وتعالى. انا كنطلب من الله وخوتي المحسنين وخواتاتي واي واحد شاف الظروف ديال عزيزه عتقوني، راني مشرده انا وليداتي، راني عايشه في واحد الكوزينه يرسلها، راني كنتكرفس انا وليداتي على قبل السكنه على قبل الاستفاده اللي ما عطاونيش. دريرية زايدة في البراكة في 98، والولد في 2003 على البراكة، وعاودت ولدت بنيات اخرين ام عزيبة، وما تخليتش على وليداتي ولا وانا في الظروف. انا بقى قاسية مع وليداتي حتى نموت، كنعيشو ظروف قاسية بزاف كيعلم بها الله سبحانه وتعالى. كنمشي نجفف عند الناس باش نجيب لوليداتي القوت، كنطلب حدا بيت الله باش نجيب لوليداتي القوت، باش ما ندير شي حاجه اللي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى ويعصى فيها الخوت المسلمين. عزيزه كتكرفس هي وليداتها، انا كنطلب من الله وجلاله الملك، انت عطيتينا الاستفاده ديالنا، انت ما ضيعتيش ولا ما ضيعتيش خوتك المسلمين، ولكن المسؤولين ما عبروناش، لعونا في الشوارع، ما خليت جامعة على استعدادها، ما خليت عمالة، ما خليت أي باب دقيتو علاش أنا ماشي مسلمة. شحال قد ستات نفوس يعيشوا بيت واحد، كوزينة صغيرة ما يعيشوا فيها، كنا كنعزو في هذا البيت. فدوى وزكريا الكبار كيتخالفوا في سداري، وانا كنعس في هاد البلاصه انا وهاد البنيات، حنا ربعه وجوج فوق سداري، كنعيشوا ظروف قاسيه بزاف، ظروف قاسيه. انا كنطلب من الله وجلاله الملك والخوت المسلمين، عزقوا عزيزه، عزقوني، الله يعزقكم والله يديكم للجنة عينكم معلولين. خرجنا من البراكة وعلى نتشردو، كاين يجيو هادي لما كيزعقو الزفادة وخداوها، واليتامى ضيعوهم علاش؟ أنا يتامى تحيين أنا ووليداتي، أنا هو با شكون هو والله سبحانه وتعالى محمد السادس والخوت المسلمين. عزقوني انا وليداتي الله يعزقكم، وانا كنطلب من الله وخوتي المحسنين، انا باغا قبل الحياه ما باغا والو، عزقوني رانا ما كانش عندي قبل الحياه، راه غنبقى اللي جاي يضربنا واللي جاي يتكرفس علينا واللي جاي مرمدنا، راه الناس ما بقاوش قابلين عليا نكري في هذا البيت بالست نفوس. وهما قالوا لي جمعي حوايجك وخرجي، وفين غنمشي انا؟ فين فين غنمشي؟ فين عافاكم لما عتقوني؟ راه كنضيع انا وليداتي، جو شوفوا العاله ديالي لما تنكذبش، جو شوفوا عزيزه فين عايشه وصابره. وكنقول يا ربي حمدتك وشكرتك، يا ربي حمدتك وشكرتك، يا ربي حمدتك وشكرتك. عتقوني انا وبنتي الكبيره، راه كنتلاوح انا وبنتي الكبيره، عتقونا وخرجونا من هاد المحنة، عتقونا جيبو لنا قبر الحياة وعتقونا من هاد المحنة. كنطلب كنسعى الله سبحانه وتعالى، وكنجفف الناس وكنصب الناس باش كنجيب لوليداتي القوت بالحلال، عمر الحرام اللي ندخلو على ولادي، اقسم بربي الاله عمر الحرام ندخلو على ولادي، معمر وليداتي ياكلوا الحرام من عندي، معمر وليداتي نوكلهم الحرام،
انا كنتلاوع كنجفف كنزيق كنصبن اي حاجه كنديرها على وجه وليداتي باش نجيب لهم ما ياكلوا. الجمعه كنمشي لبيت الله كنطلب في بيت الله وكنجيب لوليداتي ما ياكلوا. وليداتي بلا قرايه بلا حتى حاجه، الامل ديالهم ضاع. ولادي انا باقي العا صغار كيفقدوا الامان، كيقولوا يا مالنا ماما كنا في البراكه كنا طالعين زوينين حخرجوني من البراكه وما يشردوا عزيزة الشوارع. على السيد نعطانا السيف هذا وانتم قلعتوا علينا علاش؟ واي ورقه عندي على براكتنا، متزوجة على براكتنا ومطلقة على براكتنا ومجوجة في 96 ومطلقة في 2007 وعندي بنية في 98 وعندي ولد في 2003 زيدين على البراكة وولدت بنيات اخرين ام عزيبة. تنطلب الله يسمح لي وانا ما عمري نتخلى على وليداتي. انا كنطلب من الله وجلاله الملك والناس المسؤولين انا بغا السفاده ديالي وبغا ساكن فين نسكن انا وليداتي. راني واكله الدقه انا وليداتي، راني واكله الدقه انا وليداتي الخوت. وانا كنطلب من الله وجلاله الملك والخوت المسلمين والمحسنين يقلوا بالرحمه حنا على عزيزة وليداتها. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.